بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا خيرا على قدره، وطلب من العباد أن يشكروا الله عز وجل على قدرهم. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ولك الحمد على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، ولك الحمد على نعمة الصحة وكفى بها نعمة، ولك الحمد على نعمة الستر وكفى بها نعمة، ولك الحمد على كل ما أعطيتنا من نعم، لك الحمد نشكرك عليها فنقول الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة واسمه حارثة، النبي عليه الصلاة والسلام سأل سيدنا حارثة قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ أنت عامل إيه؟ كيف أصبحت؟ قال له: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. الله أكبر، أصبحت مؤمن بجد. فقال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فين الدليل على كده اللي أنت بتقوله؟ فقال: يا رسول الله، شو بقى الكلام الجميل؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا. الله أكبر. فأضمأت نهاري وأسهرت ليلي، ولكأني أنظر إلى عرش ربي عز وجل بارزا، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة. اللهم وعدنا يا رب، أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، ولكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاون فيها، يعني وهم يصرخون فيها. فماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم. وفي رواية أخرى: عبد نور الله عز وجل قلبه. فاللهم إني أسألك من فضلك أن تنور قلوبنا بنور الإيمان، وأن تملأ قلوبنا محبة لكل خلقك. يا أحد، لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد. يا أحد، لا تجعل في قلوبنا حقدا على أحد. يا أحد، لا تجعل في قلوبنا بغضاء لأحد. إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجاوز. برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي هتتضح على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل. بنواصل النهاردة حديثنا حول طعم البيوت. بعض البيوت بيبقى ساكن فيها الشيطان والعياذ بالله، يبقى طعمها مر، تبقى مليانة هم وغم وحزن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض البيوت طعمها حلو. عارفين طعمها حلو ليه؟ عشان بتسكنها الملائكة. طب والملائكة بتسكنها ليه؟ أصل أصحاب البيت بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى على طول، أصل أصحاب البيت راضيين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدره، وبيعوا قول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، إن لم ترضى بما قسمت لك لسلطت عليك الدنيا. طب يا رب، الدنيا هتعمل فينا ايه اكثر من معانيه الان؟ الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها الا ما قسمت لك ولا ابالي. عبدي، لي عليك فريضة ولك علي رزق، ومع ذلك فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. عارفين ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يرزق المشركين والملحدين وعباد الشمس وعباد الدنيا، فما بالكم أيها الأحبة المشاهدون بمن يقول
لا إله إلا الله محمد رسول الله. إزاي نملى بيوتنا محبة؟ إزاي نملى بيوتنا بهجة وفرح؟ ليه كده احنا على طول قاعدين في البيت مهمومين متضايقين؟ ليه بيركبنا الهم؟ عارفين بيركبنا الهم ليه؟ عشان احنا بعيدين عن منهج الله سبحانه وتعالى. عشان لو الواحد والله أطاع ربنا، ربنا هيكرمه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة عبدنا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، لو أن عبادي أطاعوني. يا سلام، لو أن عبادي أطاعوني هتعمل لنا إيه يا رب؟ لو أن عبادي أطاعوني لأشرقت لهم الشمس بالنهار ولأنزلت لهم المطر بالليل ولما أريتهم الهم. عشان كده لما نطعم البيوت، البيوت فيها ذكر، البيوت فيها طاعة، البيوت فيها رضا، ببيت تسكنه الملائكة. البيت فيه هم، البيت فيه عدم رضا، كل واحد بيشتغل لحسابه، الزوجة بتشتغل لحسابها والولاد بيشتغلوا لحسابهم والزوج بيشتغل لحسابه، هيقعد الشيطان ويعشش. مش بس يعشش، يقولك بيت باض فيه الشيطان وأفرخ. اللهم سلم ألطب بنا جميعا يا رب العالمين. يا رب تكلمونا يا جماعة في هذا الموضوع، إزاي نخلي بيوتنا كده فيها بهجة ومحبة وفرح. ده الموضوع اللي بنكلم فيه النهاردة بعنوان طعم البيوت، ومعانا أول اتصال تليفوني. أستاذة فاتن، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا بيك يا أستاذة فاتن، اتفضلي. والله العظيم أنا نفسي أكلمك من زمان ومتابعة حلقتك على طول. أهلا وسهلا بيكي، أنت كترتينا ونورتينا وشرفتينا، اتفضلي. بنور حضرتك. أنا في حاجة، طبعا متابعة حلقتك والحمد لله، بصلي وبخاف ربنا جدا في أي خطوة بخطيها، بس أنا عندي جوزي يعني ما فيش دايما أي حاجة عجباه، وحاولت معاه حاجات كتير جدا وعشت مع أهله. أستاذة فاتن، متجوزاه بقالك قد إيه بعد إذنك؟ حضرتك دخلت السنتين أهوت. أنا كنت ربنا رزقك بأولاد ولا لسه؟ لا لسه والله حضرتك. طب سبب المشاكل إيه يا أستاذ كل؟ اتفضلي. حضرتك كان مكان مكتوب كتاب عليه، وكان حصل مشاكل بينه وبين اهله وكده، فقال لي يا تختاريني يا تختاري اهلك، فانا اخترته هو، ورحت برضه من ورا اهلي معاه في بيته. والدته وكلهم عاملني برضه في الاول كده كويس، بس بعد قعدت معاهم سنه بالظبط وشفت اللي محدش ياكل، اتشديت وانطعنت في شرفي كل حاجه كل حاجه، وقسيمه واهانه وكل حاجه. لما انا حاولت بعد سنه بالظبط ما قدرتش ان انا اتحمل، كان هو جه من السفر، فانا جيت بقى عند اهلي وكده. يعني رجعت لاهلك تاني، اتجوزت مرة اهلك ورجعت لاهلك واهلك قبلوكي ما زعلوش منك؟ لا، ما هو ما اهلي ما جوه يعني زعلوا برضه مني، انا في نفس الوقت مكتوب كتاب عليه. تمام ماشي. فحضرتك انا اصلا في الحقيقه كنت متجوزه قبل كده، بس جوزي كان توفى وكان هو قريبه. تمام. فدي كانت اصبحت نقطه بقى بالنسبه لاهله، ما كانوش قابليني بقى. عشان ليه وانت ذنبك ايه يعني؟ ده المده بايد ربنا، ما فيش حد يا بنتي بموت لا ناقص عمر ولا ناقص رزق. مش عارفه والله، هم يعني دايما حاسسين ان انا وحشه وكده، مهما عامل معاه ومهما مع حماتي او حماي او اخواته، دايما بصين للنقطه ديت يعني. وامه انت عايشه ببيت واحد مع حماتك؟ ايوه، كنت عايشه ببيت واحد مع حماتك الصغيره والكبيره، يعني اخت جوزك وام جوزك. ايوه. فقامت حضرتك بقى دلوقتي انا في الطوم، وجيت عند اهلي وكده، فهو جه وقال طالما انا عشان انا شفتك اتظلمتي هناخد سكن ونقعد بعيد. تمام. فرجع بقى هو عمل الضمانات يعني الجهاز وكده، يعني دام عمل الضمانات، وطبعا كان طالع ما فيش اي حاجه خالص. لما انا وقفنا جنب بعض وكده، فقعدنا شويه مع بعض، بدا بقى ان هو ايه ييأس من الحياه وما فيش حاجه عجباه، استغفر في نفسه وعمل له دايما مراعيه النقطه ان هو ساب اهله وجه، وبين المشاكل ما فيش تفاهم خالص. حصلت لي، كان عندي عمليه عملتها، كان سابني ومشى وانا بعمل العمليه. وطبعا مش شايله هم اي حاجه خالص. يعني انت دلوقتي بعيد عن حماتك وعايشه لوحدك، بس جوزك بيعاملك وحش؟ ايوه، برضه في نفس الوقت ما فيش حاجه عاجباه. انت عملتي لي ايه؟ انت بتعملي لي ايه؟ هو ايه اللي انت عملتيه؟ كمني لما انا جيت غضبت عند اهلي قلت له تعالى وهنعيش سوا وهنقف جنب بعض، واذا كان اخويا هيديني حاجه. طب انت بتضايقيه في ايه يا بنتي؟ بتزعليه في ايه؟ بتزعليه في ايه يا بنتي؟
والله انا بص حضرتك، انا من كتر الضغط اللي انا شفته في حياتي والضغط معايا، يعني هو يعمل المشاكل ويقول انا عملت لك ايه، انت عملت ايه، هو حنين واللي في ايده مش ليه، تمام. بس شك بمرض خطير، يعني شك مثلا لو يعني في صفات عملت حلوه اهو كريم، اي بس وبعدين شك خدك في بقى شقه تانية، فتستحملي شويه. ماشي، استحملته كتير وعلى فكره صليت استخاره كتير وبقيت كل مدى ازهق، فهو خطأ في حق كتير، اتكلم عني كلام مش كويس مع جوز اختي، وحتى السر بين العلاقه طب بينه يا وبين مراته فاتن، جاب كتير يا مره. فاتن انت عايزه ايه يا بنتي دلوقتي؟ انت عايزه ايه؟ طلبك ايه؟ انا عايزه سؤال. حضرتك توجهني، انا والله العظيم ولا بنام ودايما احلم وحشه ودايما الحمد لله بصلي وبقرا قراني طيب قبل ما حاضر يا بنام. فاتن، اشكرك جدا، هرد عليكي. معانا اتصال تليفوني اخر، استاذه امة الله، السلام عليكم. الو استاذه امة الله. الو، السلام عليكم عليكم فضيله السلام الشيخ. ورحمه الله وبركاته. يا ريت يا استاذه امة الله توطي التلفزيون وتسمعينا من سماعه التليفون بعد وطي اذنك. التلفزيون. كل سنه وحضرتك طيب كل وقدوم سنه وحياتك شهر بالف خير شعبان والف عافيه ورمضان. وربنا يكبر بخاطرك يا امة الله. فضيلتك انا في مشكله صعبه جدا من ناحيه جوزي، ليه ايه خير؟ بيعاملني معامله سيئه جدا، شتايم وما بيضحكش في وشي ابدا، ليه؟ هو بيصرف في ده البيت الرسول قال تبسمك في وجه اخيك صدقه، ما بالك بمراتك؟ ليه لا ما مكشر في بيضحكش وشك؟ في وشي ابدا، قليل جدا لما يضحك ويهزر يعني انت معايا. اول ما بيجي كده من بره مش بتبتسمي وتقابليه كده مقابله كويسه وانت نورت اكون انا البيت ما واحنا كنا من عملتلوش غيرك ولا حاجه، حاجه؟ يضحك ويعامل مع الناس حلو جدا. اول ما يدخل البيت يركبوا الهم. ما هو في اي مكان ويحرجني قدام اي حد، لو ليه؟ بكلمه في حاجه مثلا بيني وبينه ممكن يعلي صوته ويحرجني قدام طب ايه الناس. اللي وصلكوا لكده يا ست الكل يا امة الله؟ ما احنا يعني ما فيش معاشره ما بيننا، لان هو بيرفض الموضوع ده، يقول لي انا كارهك وابعدي عني انت ونايم بقالك في قد ايه الاوضه متجوزاه؟ لوحدي بقالك قد ايه ويطردني. متجوزاه؟ فانا ما اعرفش يعني معاملته دي، طلبت يا طلاق امة يقول الله لي اخلع متجوزاه بقالك قد بختك. ايه؟ يا امة الله متجوزاه بقالك قد ايه؟ متجوزاه بقالي 19 سنة. خلفتي؟ خلفت منه الحمد لله، عندك ولاد قد ايه؟ عندي بنت واحدة عندك بنت، ربنا 16 يبارك لك فيها سنة. ان شاء الله. طيب الله يخليك ايه بقى فضلت. الاسباب اللي خلاها بينفر منك ويبعد عنك؟ ما سألتيش نفسك ابدا، السؤال ده؟ يعني انا مثلا اي واحدة ممكن لما بتكبر في السن مثلا ممكن جسمها يزيد، تمام. فانا اتخنت ومش عارفه اخسس نفسي طيب يا ست لان كل انا ما عندي تخسسي الغده. نفسك، ما في 100 حاجات تعملي ريجيم وتعملي مش عارف ايه وتروحي لحاجات. ايوه انا بعمل على قد ما بقدر، طيب ربنا والحاجات يعينك. دي بتعوز برضو فلوس وامكانيات. تمام. فانا معاملته السيئه دي، هو بيقول لي مش موضوع تخن ولا الكلام ده، انا معاملته السيئه دي مش عارفه اعمل فيها ايه، وكارهني ونزواته مع ناس كتير، فدي تعبتني نفسيا جدا وتعبت بنتي وانا مش عارفه اعمل له ايه. يعني مش عارفك ان هو له نزوات بره، يعني مش عارفك ان هو بيعمل الحاجات دي بره؟ هو بيقول لي بيقول لك بيجي يحكي لك كمان؟ يعني بيعترف يجاهر بالمعاصي ويجي يعترف، يعني بيتجوز عليكي ولا بيعرف ناس كده؟ كذا مره وما بينتظمش على الصلاه، اه وكذا مرة أقول له أنت يعني زي كلام حضرتك، ما بقول له أنت بتاكل من خير ربنا المفروض تشكره وتقول الحمد لله، صلي عشان ربنا يكرمنا في عيشتنا. ما فيش، تجاهل تماما لكل الكلام اللي أنا بقوله له، وبينهارني وبيشتم يعني بألفاظ مش كويسة أبدا طب انت بتعملي حاجة تضايقه؟ أبدا. والله حضرتك يعني أول ما بقبض يقول لي أنت قبضتي فين ومرتبك ما قبضتيه ايه، هتجيبي ايه للبيت، وانت بتصرفي على فانا اقول البيت له برضه طيب انا هجيب، يعني؟ اقول له طيب اصبر عليا انا لسه افضل مرتب، اتفضلي. طيب انت ما تصرفيش انت ما تجيبيش، ويبوظ بقى كده، يقعد له حوالي يجي اسبوع ولا اسبوعين مبوظ، وعرف ان انا كل مرتبي بيروح في البيت والمصاريف البنت. طيب كل مرتبك بيروح في البيت ومصاريف البنت، هو بيدفع لك مصاريف ولا مش بيدفع؟ لا بيجيب، هو بيجيب للبيت على وانا قده، برضه بجيب، على قده وانت يعني بتجيبي احنا انت كمان. الاثنين بنكمل بعض، تمام. وانا بجيب مصاريف انا، يعني انا بعوز اجيب لي علاج وبعوز اروح لدكتور كل مدة لما بتعب، طبعا انا اللي بصرف على نفسي من كل حاجة ومن لبس وكل حاجة. طيب ماشي يا فندم، اشكرك يا امة الله، هجاوب على حياتك تعملي ايه وتتصرفي ازاي.
اديكم يا جماعه شايفين طعم البيوت بتاعتنا للاسف الشديد. طعم البيوت بقى مر بقى، لان بعض البيوت بعيده عن منهج الله سبحانه وتعالى. اسباب كتيره جدا ادت الى هذه المشاكل، ادت الى ان طعم البيوت يبقى مر، يبقى البيت كده سكنه الشياطين، مع الشيشه فيه الشياطين والعياذ بالله. الناس مش بتصلي زي ما اشتكت أمة الله، الناس ما بتعرفش ربنا سبحانه وتعالى، الناس بعض الناس دلوقتي برضو بدأت يعني تستخدم السوشيال ميديا استخدام غلط واستخدام خاطئ. وانا اعتقد يعني الراجل اخترع السوشيال ميديا ده يعني كان هدفه مصلحة الانسانية، لكن ان احنا بنستثمرها استثمار غلط. دلوقتي تلاقي الراجل ماسك المحمول وعمال يتكلم مع حد او عمال يعمل اتصالات مع حد، والزوجة النهار برضو ماسكة المحمول عمالة بتعمل اتصالات مع خالتها وعمتها وبنت عمتها وما الى ذلك. ما بقاش في حوار زوجي، بقى فيه في البيت مصيبة ومرض تفشى واستشرى في المجتمع اسمه الخرس الزوجي. الخرس الزوجي الراجل بيرجع يلع هدومه، ممكن يصلي وبعدين يقعد يمسك السوشيال ميديا وعمال يتكلم مع ده ويتكلم مع ده. لا، ما ينفعش يا جماعة كده، ما ينفعش. السوشيال ميديا اصلا عشان الناس تتواصل في العلم، يعني في اوروبا وفي البلاد المتقدمة وما الى ذلك بيستخدموا هذه الوسائل يعني في حاجات مفيدة وحاجات نافعة. لكن دلوقتي انا بستعجب جدا لما الاقي ست قاعدة في البيت لا بتخرج ولا بتشتغل، وتقولك عندها 3 موبايل، مخليها موبايل لجوزها، وتتصل بيه تقول له انا اشتريت كيلو طماطم واشتريت كيلو رز واشتريت مش عارف ايه. يا ست الكل استني، هو هيرجع البيت بيقولوا له هذه الاشياء. يعني يا ريت احنا نستخدم السوشيال ميديا استخدام طيب. يا ريت كمان يبقى في حوار جوه البيت، حوار بين الراجل ومراته. الراجل يرجع كده لازم، مهم جدا يا جماعه، كل زوج وزوجه عايزين ربنا يكرمهم، لازم اول ما ترجع البيت كده او خصص لمراتك من فضلك نص ساعه او ساعه، اقفل الموبايل واقفل التلفزيون واقفل الراديو وكل حاجه وده ودانك. هتقول لي ده وداني ايه؟ هتقعد تقول لي الاكل والطبيخ والخضار، اهتماماتها يعني لازم تسمع لها، لازم تسمع لمراتك. عشان دلوقتي يعني عندنا بسبب السوشيال ميديا يعني 40,000 حالة طلاق سنويا بسبب السوشيال ميديا، ان الزوجة مشغولة طول النهار بالسوشيال ميديا والراجل طول النهار بيتكلم على السوشيال ميديا. ففي مشاكل كتيرة جدا بتؤدي الى خراب البيوت. امال ليه زمان ما كانوش بيطلقوا؟ راجل ومراته كان يرجع يقعد يحكي لمراته حصل معاه كذا في الشغل، وهي تحكي له انا عملت كذا كذا النهاردة. في حوار يا جماعة، في مودة. لكن دلوقتي الدنيا بقت مسألة صعبة جدا، راجل يرجع عايز ياكل عايز ينام، ما بيتكلمش مع مراته، مراته طول النهار قاعده في البيت لوحدها ما بتتكلمش مع حد على الاطلاق، الولاد طول النهار بره في الشارع ما بيرجعوش الا الساعه 12 ولا الساعه 1 بالليل. الاب بينام، الولاد بيجوا الساعه 3 4، ما حدش فكر انه يصلي، يصحوا الساعه 11 الساعه 12 ما وراهمش حاجه. مشكله يا جماعه. ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. احنا قلبنا الايه، اللي عملنا مشاكل وتوتر وقلق احنا قلبنا الآية وجعلنا الليلة، جعلنا الليلة معاشا وجعلنا النهار لباسا، مع ده مخالف لمنهج الله. ربنا قال لنا وجعلنا الليلة ايه؟ لباسا، والنهار معاشا، الليل النوم. لكن الناس سهرانة طول الليل ما بتعملش حاجة، ما وراهاش اي حاجة. ممكن اسهر في عمل مفيد، في حاجة مفيدة، لكن يا جماعة ما ينفعش نضيع وقتنا بهذا الشكل. هو ده اللي خلى طعم بيوتنا دلوقتي مر وعلقم وبقى مشاكل كتيرة جدا. معنا اتصال تليفوني، ام يوسف. السلام عليكم. الو يا ام يوسف. طيب انقطع الاتصال التليفوني، من فضل حياتك يا ام يوسف حاولي تتصلي بينا. احنا طبعا كان عندنا استاذة فاتن اللي بتشتكي من سوء معاملة جوزها، وانا بقول بس شوية نقط مهمة جدا في هذه المسألة يا جماعة، وبقول تاني وتالت ورابع، الزواج يا جماعة مودة ورحمة وسكن. الزواج مش افترى، مش الزوج يفترى على مراته أو الست تفترى على جوزها. الزوج نمرة 2 هو المكلف بالإنفاق على البيت. الزوجة تنفق بس بإرادتها، يعني زوجها ما يرغمهاش، مرتب الزوجة ملك ليها، إذا أنفقته تفضل منها. لكن ما ينفعش الزوج يجبرها على إنها تنفق مرتبها في البيت. أنا أعرف زوج ضلالي
بقول لكم اعرف زوج ضلالي مراته بتشتغل مدرسه، اجبرها تعمله توكيل وبياخد المرتب بتاعها ويرجع كل يوم بقى تقول له عشان خاطر اديني جنيه، اديني 2 جنيه مواصلات، اديني 3 جنيه. ده كلام، هل ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. هنواصل حديثنا حول طعم البيوت ولكن بعد فاصل قصير باذن الله سبحانه وتعالى، في انتظار اسئلتكم واقتراحاتكم. لسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز. برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي هتتضع على الشاشة قدام حضراتكم. بنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا، طعم البيوت، البيوت اللي مليانة هم وغم ومشاكل ومتاعب، ازاي كده نطرد الشيطان من بيت، نقول له اطلع بره يا شيطان كده وتبقى حياتنا مليئه بالمحبه والموده. واديكم شايفين المشاكل والمتاعب، يعني استاذه فاتن اتكلمت عن مشكلتها، استاذ احمد الله اتكلمت عن مشكلتها، هنشوف كمان الاستاذ عبد الله وبعدين نرجع نجاوب على اسئلتكم وفي انتظار اسئلتكم. استاذ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ عبد الله؟ اهلا وسهلا. الحمد لله يا دكتور، ربنا يوفقك والله. يا رب ادعي لي، محتاج دعائك والله. ادعي لي. ربنا يديك الصحة يا دكتور. اتفضل. ربنا يكرمك يا دكتور. الست بتاعتي طبعا سابت البيت وخدت العيال ومشيت. بقالها قد ايه؟ وانا في الشغل، مشيت في شهر 9 قبل العيد. قبل العيد، انت متجوزها بقالك قد ايه؟ متجوزها بقالي من 2005. تمام. خلفت منها، عندك ولاد قد ايه؟ ثلاثة. خدت الثلاثة ومشيت؟ خدتهم ومشيت. ايه السبب؟ ايه السبب؟ من غير اي حاجه كده والله. لا يعني ما فيش حاجه اسمها من غير اي حاجه كده، اكيد حاجه زعلتها طبعاً. او عندها سبب هي والله. انت مش عارف ابدا والله، ابدا ابدا. يعني انت ما زعلتهاش؟ ما زعلتهاش ابدا والله. ما قالتلكش انا ماشيه ولا قالت لي اي حاجه خالص؟ وانت مراتي من شهر 9 سايبها كده، ما رحتش سالت ليه؟ رحت ومسكوا فيها وغلطوا فيها هناك وعملوا معايا مشاكل. ايه بقى غلطوا فيك ليه؟ قال لك انت عملت فيها ايه؟ هي قالت لك ايه؟ بيتلككوا، واحدة مش عايزينها تعيش، أهلها مش عايزينها تعيش، شايفين لها جوازة تانية بعد الثلاثة؟ والله يعني أنا مش مصدق اللي أنت بتقوله ده. بعد الثلاثة، بعد ما خلف الثلاثة عايزين يطلقوها منك وجوزها لواحد تاني؟ من أول عيل واحد تخلفه وهي حامل فيه ومامتها جاية عايزة تاخدها، أول زيارة مامتها جاية لها فيها عايزة تاخدها فيها. طب خلاص يعني شيل ده من ده، ارتاح ده عندك، يعني خدها بنفسك وديها لأهلها مره كل اسبوع وخلاص. انا باخدها واديها والله العظيم، بس في اولاد. طب انت بتشتمها؟ عيل واحد. انت بتصرف عليها كويس؟ بتشتمها بتضربها؟ الحمد لله والله الحمد. امال هتمشي لوحدها كده؟ لوحدها والله العظيم. مش ممكن، مستحيل هتسيب تبقى انت بتصرف عليها وبتعملها احسن معامله ومستتها وعندها اولادها وتسيبها وتسيبك وتمشي. والله العظيم الحمد لله بعملها بنور الله. اصل انا عايز اقول لك حاجه بس لفتت نظري في اللي انت بتقوله، انها مش رمت لك العيال ومشيت، لو عندها حد تاني هتسيب العيال وتمشي، لكن خدت عيالها معاها. سابتهم ومشيت قبل كده، ومره بقى جه خدها من على عيال وقال انا مش عايزين عيالها، وجه هو وقريبها. طيب دلوقتي يعني المشكله كلها في حماتك، تدخل حماتك في حياتك وهي عايزه تبوظ لك حياتك؟ طيب يعني مراتك، اسمعني بس يا استاذنا عبد الله، مراتك اللي عفوا اللي معاك على طول في البيت طول النهار، قدروا اهلها في نص ساعه او ساعه بتقعدها معاهم يقلبوها عليك؟ امال انت فين؟ ما بتقولهاش ليه كلام كويس وكلام طيب وتشوف ايه اللي يرضاه وتعمله في حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ كلمتها والله كتير، وكلمتها وفهمتها، كانت بتستجيب وبتسمع الكلام، وحاولت ان انا ابعدها عنهم ما خلاهاش تكلمهم علشان هم اللي بيكسدوا عليها، بس مفيش فايده. طب بقول لحضرتك حاجه مهمه جدا يا استاذ عبد الله، انت لما هي انت رحت لهم طلبت الطلاق، قالت لك مش عايزه، قالت لك عايزه اتطلق، مش كده؟ طيب قالت لك خد عيالك ولا عيالها معاها؟ لا خدتني العيال. ادتك العيال؟ يعني انت خدت عيال عندك دلوقتي؟ العيال معايا الثلاثه. العيال معاك الثلاثه؟ ايوه. خلاص كده الدنيا وضحت، ان طبعا حضرتك عارف حتى القطط ما بتسيبش ولادها. عملت خلع كمان. ايه؟ صاحبك عملت خلع. قضيه خلع. طب ايه الاسباب يعني؟ طيب والله طبعا استاذ عبد الله فصل، والله كلام يا جماعه يزعل جدا. رمت له الولاد وراحت رفعت عليه قضيه خلع، ومفيش عقلاء في العيله،
لو في عقلاء في العيلة كانوا تدخلهم وحل المشكلة زي ما ربنا قال، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن يا جماعة أهو ده اللي بقول عليه، طعم البيوت اللي فيه مرارة شديدة جدا، تدخل الشيطان، وإذا تدخل الشيطان نزعت البركة من كل شيء. يا ريت الزوجة ده، الزوجة اللي رفضت أن يدخل على جوزها دي ورمت له التلاتة، بقولها القطط بتربي ولادها، وربنا هيسألنا عن أولادنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أستاذ عبد الله مراته خلفت التلاتة وراحت وامها بتتدخل في كل حاجة، حماته حط مناخيرها في كل حاجة وتنتها وراه ورا بنتها لغاية لما خلاص خدتها عندها البيت، وبتفكر أكيد ممكن تتجوزها من حد تاني ورمت له الأولاد بتوعه. طب يعمل إيه الأستاذ عبد الله؟ يتصرف إزاي؟ جرب مرة تانية، خد حد من أهلك وروح اقعد معاها وادعي لها بالهداية، عسى الله أن يهديها. فإذا أصرت على الطلاق ودتك المحكمة كمان، أنا بستعجب جدا والله يا جماعة، لما الست تودي جوزها المحكمة هيعيش مع بعض إزاي بعد كده؟ حتى يفكر يرجعها، خلي كده بينكم انجزوا كده شعرة معاوية، بلاش توديه المحكمة اللي بعد ما تستنفذوا كل حاجة، لكن أول ما تزعلي معاه على طول على المحكمة لا، اصبروا، لازم يكون عندنا عقل نفكر شوية عشان ربنا يكرمنا. ربنا يكون في عونك يا أستاذ عبد الله. معانا اتصال تليفوني، أم يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا أم يوسف؟ اتفضلي. أنا دلوقتي عندي بقالي 17 سنة متجوزة وعندي ولد وبنت. ربنا يبارك لك فيه. الله يخليك. فجوزي دلوقتي بقى على مدار 17 سنة دوت دايما بيحلف عليا بالطلاق. ايه بيحلف عليكي بالطلاق؟ آخر مرة ديت كانت التالتة. قال لي عليك الطلاق بالتلاتة لو ابني دخل البيت. لو ابني ايه؟ دخل البيت، ابننا يعني يدخل البيت. يعني ابنك ما يدخلش البيت هتبقى طالق يعني؟ ولا قالك عليها الطلاق ابني ما يدخل البيت؟ تمام. تلات مرة عليا الطلاق بالتلاتة. تمام. تاني يوم الصبح قال لي نفس النظام، انت طالق لو ابنك دخل البيت. تمام. وكل السنين ديت ما بيرضاش يسأل شيخ. ولا بيروح لحد يسأله. ودلوقتي لما انا رحت سألت في دار الإفتاء قال لازم الزوج هو اللي يروح. وما سألت شيخ قال لي ما تسكتيش لازم تخليه هو اللي يروح ويسأل، ما ينفعش العيشة كده معي. تمام. فأنا أعمل إيه يعني؟ شوفي أنا إيه؟ أنت ساكنة فين؟ أنا ساكنة في القاهرة في سيد زينب. طيب خلاص، جنب منك كده لجنة الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء، لازم حضرتك تاخدي جوزك وتروحي دار الإفتاء أو لجنة الفتوى في الأزهر وتسألي وخلاص، يعني يقعد معاه في البيت تقول له انت حلفت عليا مين، ولازم نشوف حل لهذه المساله، وقول له كده تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، من فضل حياتك خديه وروح بيه دار الافتاء او لجنه الفتوى وشوف حل لهذه المشكله. لكن بشكل عام يا جماعه ما ينفعش الواحد يقعد يحلف طول النهار بالطلاق على مراته. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. معنا اتصال تليفوني اخر، استاذ محمود السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمود. والله يا شيخ انا عامل في مشكله ما بيني وما بين مراتي برضو. خير. احنا متجوزين بقالنا 3 سنين. تمام. وانا عارف ان انا غلطان. انت غلطان، تمام، كويس انك تعترف. انا عارف وقلت لها ان انا غلطان. خلفته الحمد لله. مخلف بنته معاقه. ربنا يبارك لك فيها ان شاء الله ويشفيها لك ويعافيها ان شاء الله. هي دلوقتي مراتي انا كل ما اجي اكلمها المشكله بقالها 22 يوم. وكل ما اكلمها اقول لها ارجعي تقول لي لا، ارجعي لا خلاص انا هتطلق. وراحت كانت حامل. انا لما انا ضربتها، بس ضربتها يعني بالقلم ما قربتش من بطنها يعني. طب انت بعد ما راح عند اخواتها بعدها ب 10 سنين ليه ضربتها؟ حضرتك عارف الظروف اللي هي ماشيه فيها. انا شاب مش شغل يعني، شغال في مكتب بتاع عقارات ومرتبي على قدي. تمام. وهي كانت شغاله. فانا كنت بقول لها بدل ما نشتغل وانت دلوقتي حامل ومعانا بنت تانية معوقة، نيجي نقعد عند والدتي طالما بتسيب عندها البيت. تمام. قالت لي لا امك لا، ويعني الكلام اللي هو ده. فانا قلت لها خلاص يا اخي، من حقها تقعد في بيتها وتستريح وخلاص. انا عارف قلت لها اللي انت بتعمليه ده كده باللفظ كده، اللي انت بتعمليه ده شغل
ولود حرام. فقالت لي انا بنت حرام؟ قلت لها انا ما بقولكيش انت بنت حرام، انا بقول لك اللي انت بتعمليه امشي ورايا. شغل ولاد حرام ما يصحش برضه، انت غلطان. ما انا عارف، انا عارف ان انا كل ده قلت لها، كل ده انا قلت ان انا غلطان. تمام. اخوها كلمني وقعد يشتم والفاظ ما تتقالش. تمام. من الرد كده على طول اول ما اتصل دقيقتين ونص عمل الشم فيا. تمام. اخته سخنته وزعلان عادي. اختها نفس الكلام، هي والدها ووالدتها الاثنين متوفيين. فانا من ساعتها لغايه دلوقتي كل ما اجي اكلمها دلوقتي هي بتهددني ان هي عملت لي اقرار ان انا سقطتها وانا ما سقطتهاش. عملت لك ايه؟ عاوزه ترفع قضيه خلع، واختها تقول لي هتتحل هتتحل. عملت لك محضر يعني ولا ايه؟ ما انا ما عملتش محضر لغايه دلوقتي، هم لغايه دلوقتي مستنين بكره ان يوم الاحد ان انا اروح يا البنت يا ترجع معايا تتطلق. يعني طب خلاص ان شاء الله انا شايف انك تروح، وقبل ما تروح كده توضى وصلي واقرا سوره ياسين بنيه ان ييسر الله لك كل امر عسير ويهديها لك ان شاء الله، واستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وخد حد معاك كده صالح وروح وطيب خاطرها وربنا هيكرمك ان شاء الله. يعني انا طبعا يعني ربنا يكرمك، بس انا عايز قبل ما اطلع لفاصل عايز اقول بس حاجه، ما ينفعش الواحد حتى لو مرتك اتعصبت وقالت لك الفاظ وحشه ما تضربهاش. ما ينفعش الواحد يضرب مراته وبعدين يجي ينام جنبها اخر الليل، ما ينفعش يا جماعه، لان يعني الناس بتفهم القران غلط. ربنا قال لنا واضربوهن الصحيح، بس الضرب ده يعني كان الصحابه زمان اما واحد يضرب مراته يضربها بعود سواك، يعني عايز يقول لها بس من فضلك انا زعلان منك تعالي صالحيني. لكن ما ينفعش ان حد يضرب مراته بالقلم على وشها، هذا يغضب الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش مراتك تبقى حامل وتزعلها ودي انت غلطان، وهو اعترف ان هو غلطان وخلاص. ما دام اعترف فارجو الزوجه لو شايفانا يعني عشان خاطر ربنا وعشان خاطر بنتها وعشان خاطر ربنا يكرمها تسامح زوجها، والمسامح كريم واجره على الله. بعد اذن حضراتكم هخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم هتجوز، اتفضلوا. خلاص يا جماعة وصلنا إلى اللينك الأخير، ودايما الأوقات الطيبة مع حضراتكم بتمر بسرعة، ولسه بنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا، طعم البيوت. اللهم أملأ بيوتنا محبة وبهجة وفرح. البيت يبقى طعمه مر قوي لما يبقى فيه نكد، لما يبقى فيه غم، لما زي ما انتم شايفين كده المشاهدة الكريمة اللي كلمتنا من شوية فات بتقول طبعا إن جوزها على طول بيكشر في وشها. هجاوب معانا اتصال تليفوني الاول. استاذه امال سلام عليكم. يا استاذه امال الو. طيب لغايه لما ترجع الاستاذه امال انقطع الاتصال التليفوني. معانا حد تاني يا استاذ اسماعيل؟ مفيش. طيب انقطع الاتصال التليفوني، حاول اتصل بينا يا استاذه امال. استاذه طبعا امت الله بتشتكي طبعا ان زوجها بيعملها وحش وبيكشر في وشها، وانا بقول له من فضلك ما ينفعش تكشر في وش مراتك ولا تكشر في وش حد. عارف ليه؟ اصل حبيبك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا كلام جميل قوي، بيقول ايه بقى؟ والتبسمك في وجه اخيك صدقه. يا سلام، يعني انا اما اضحك في وش اي حد في الشارع صدقه، ما بالك بمراتك يا اخي، ام عيالك اللي عامله لك الاكل، اللي طاهيه طعامك، غسيله ثيابك، منظفة أولادك. يبقى إزاي أنت ما تضحكش في وشها؟ أنت قاعد على القهوة مع أصحابك تنار عمال بتضحك ومبسوط وسعيد، أول ما دخلت البيت ما كشرت، ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى. معانا أستاذ أحمد، سلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو أستاذ أحمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ أحمد. أخبارك إيه؟ أهلا بيك اتفضل. ربنا يكرمك يا رب. أنا أولاً سعيد جدا إن أنا بكلم حضرتك، ده أول شيء. تفضل، اهلا وسهلا بيك. انا اكثر سعاده، انا سعدت اكتر امبارح لما حضرتك كنت في قناه اذاعيه ما لذكر اسمها، فتكلمت عن رفع الاعمال السنويه والاسبوعيه واليوميه. تمام. دي قصدي السنويه ولا دي صراحه فعلا شديدة جدا، وقلت لازم احييك واحيي علمك. اشكرك. الغزير الذي يجمل بالتواضع. الله يخليك، اسال الله ان يعلمنا وان ينفعنا بما علمنا. ربنا يعلمك علم من لدني. الله يخليك يا اخي، اشكرك. كما علم الخضر عليه السلام صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا، ربنا يخليك. عندك سؤال ولا حاجه؟ اتفضل. البيوت لابد ان يكون لها طعم بذكر الله. تمام. ده اول شيء، فاذا ما غاب ذكر الله غابت حلاوه البيوت. الله الله، جميل، الله يفتح عليك.
نعم الله يفتح عليك يا استاذ احمد، كلام جميل فعلا. اذا غاب الذكر عن البيت قعد الشيطان في البيت. لازم نكون عندنا يعني اولا حسن خلق، سواء كان زوج وزوجه، ده اول شيء. ثاني شيء لازم يكون في تحمل، مش كده ولا ايه؟ صحيح طبعا، تحمل لبعض السقطات، لان الانسان نفسه ما هوش كمبيوتر، الانسان يخطئ. انا لسه قايل يا استاذنا ربنا يكرمك، بقول لازم الواحد عشان ينجح في تعامله مع مراته يستخدم ثلاث حاجات: ورقه وقلم واستيك، عشان يمسح. عشان ايه؟ عشان يمسح الاخطاء. مراته بتقع في اخطاء فبيكتبها، فلازم يمسح لها، لانه لو ما مسحلهاش الصفحه هتسود وهيطلقها. يعني كنت كده زي نظام استيكه، يعني انا امسح خطا وهي تمسح خطا عشان الامور تمشي وتكون في توافق. صحيح، لان ديت اشياء سيدنا محمد رسمها لنا، او سيدنا محمد رسم خريطه البيت الطيب اللي هو تنجح المراه لاربع. اه تمام، ومنها يعني ايه ذات الدين اللي هي. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد، بشكر حياتك جدا وجزاك الله خير الجزاء، كلام جميل اتعلمنا منه كتير، بشكرك جدا. معانا اتصال تليفوني اخر. معانا مين يا استاذه هدى؟ ام احمد. سلام عليكم يا ام احمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا ام احمد؟ اهلا بيك. الحمد لله تمام. بص حضرتك، انا اتجوزت يعني اتجوزت واحد فخلفت منه ولد وبنت. تمام. بس قبل الخلفه كان ظروفه هو الماديه وحشه جدا. تمام. انا صبرت على الظروف دي كتير يعني، والحمد لله ربنا كرمه دلوقتي. انا كان معايا اولاد ما بقتش اقدر اصبر على الظروف دي، لان طبعا الاطفال دي ليها يعني متطلبات وحياه وكده. تمام. بس فانفصلت، هو كمان انا كنت بشتغل قبل ما انفصل. هو كان يعني كنت بدفع الايجار ويعني بصرف على البيت والكلام ده كله. لكن هو كمان كان بيطلب مني فلوس، يعني يقول لي عايز فلوس وكده. لما كنت برفض كان بيعملني وحش. بس فانفصلت عنه. بس بعد كده فتره اتجوزت. ولادك فين بقى؟ معاكي ولا معاه؟ ايه؟ الولاد معايا. معاكي تمام. بس هو كان بيبعت لهم مصاريف في البيت في الشهر 300، وبعد كده حصلت عنده هو ظروف يعني طار وكده. فساب البلد وسافر. يعني ساب الصعيد ومشي يعني. بعد كده انا اتجوزت مره واثنين، كل ما مره اتجوز فيها كان ولادي بيتعاملوا معامله سيئه من الراجل من انا زوجك اللي انت متجوزاه، فبتضطر تطلقي عشان ولاد. تمام. وطبعا معاش المطلقات 323. تمام. يعني ما بينفعش، حتى ما بيدفعش ايجار شقه. تمام. فانا مش عارفه اعمل ايه، يعني انا الظروف الماديه والاطفال والدنيا، وانا مش عارفه اعمل ايه. انت بتشتغلي دلوقتي يا ست الكل؟ ما بشتغلش يعني انا ما دورت. طب انت متجوزه ولا اتطلقتي ولا انفصلتي؟ متجوزه ولا انفصلتي؟ متجوزه ولا انفصلتي؟ بعد ما انفصلت. ايوه. تمام. دورت على شغل، الشغل هياخدني اليوم كله، مين هيتابع العيال وانا بره؟ مفيش مامتك معاكي؟ خالتك جنبك؟ حد جنبك؟ مفيش؟ محدش جنبي، مفيش حد اصلا هيراعي. طب سؤالك يا ست كل ايه؟ والدتي مش هتراعيهم. سؤالك ايه؟ ايه؟ سؤالك، اتفضلي اسالي سؤالك. بس يعني انا عايزه اعرف يعني حل مشكلتي. يعني انا بعرض مشكلتي على الراي العام، وعايز اعرف يعني لما يكون في الظروف دي مع ستات كتير. تمام. المعاش صغير. وفي اطفال. مثلا ويعني الواحده بتقعد سنين عقبال ما مثلا بتاخد فلوس من قضيه النفقه. طب ولادك الفتره دي تعمل ايه؟ ولادك معاكي مش كده؟ ابوهم فين؟ ولادي ابوهم في دنيته. ابوهم في دنيته. طيب ما تحاولي تكلميه وتقولي له ما ينفعش، دول هم بيحملوا اسمه وهو مكلف شرعا بالانفاق عليهم. بيقول لي ما فيش. ايه؟ بيقول لي ما فيش فلوس. طيب يعني حتى لو يعني ساب البلد وقعد في اي حته تانية بعيد عنها يعني؟ ايوه قعد في نفس البلد اللي انا عايشه فيها. طب انت لما بقول له على فلوس لاولاده، حتى ابنه جاله السكر خلاص وبياخد انسولين، نوعين من الانسولين. لا اله الا الله. انا مش عارفه اعمل ايه، اجيب مثلا مصاريف طيب. الانسولين منين والكلام ده كله، مصاريف مدارس طيب وتعليم. يا ام احمد ارجوكي سيبي تليفون حضرتك في الكنترول، وانا هتصل بك ان شاء الله، واحنا كلنا تحت امرك، وربنا ان شاء الله يكرمك ويسترك. واكيد طبعا اهل الخير اكيد سامعين طبعا كلام حياتك اللي قلتيه، فربنا ان شاء الله يعينك ويكرمك. ان شاء الله نشوف لك اي حل تشتغلي، بس نشوف مؤهلك الاول، نشوف لك اي. ربنا ان شاء الله مش هينساكي، لان ربنا يا جماعه ما بينساش حد. ربنا قال عن نفسه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ويا جماعه الرزق هيجي لنا باذن الله سبحانه وتعالى،
والله يا جماعة لو أن الإنسان هرب من رزقه راكبا الخيل لجرى وراءه رزقه راكبا الريح حتى يصل إلى فمه بإذن الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان هرب من رزقه راكبا القطار التوربيني لجرى وراءه رزقه راكبا الطائرة النفاثة حتى يصل إلى فمه بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا كلنا مسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى، عايزين يبقى بيننا يا جماعة تكافل اجتماعي، يرحم بعضنا وبعضا. الأب ده اللي خلف ولاده دول المفروض هو مسؤول عنهم قدام ربنا سبحانه وتعالى، على الأقل حتى يقف جنب 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 زوجته. الست ممكن يكون حظها عاسر، ممكن تتجوز واحد واثنين وكانت بتسيب تتجوز الراجل عشان يسترها وسط ولادها، بيعمل لها مشكلة مع ولادها فبتضطر إنها تطلق منه. إن شاء الله يعني كلك حل، إن شاء الله شوف لك حل بإذن الله تشتغلي أو تتزوجي، وربنا إن شاء الله رحمته واسعة ما بينساش حد. استعيني بالله سبحانه وتعالى والجاي إليه، ودايما كده ارفعي له إيدك وقولي له لا كرب وأنت رب، لا كرب وأنت رب، وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يسترك بستره الجميل الذي ستر به نفسه فلا عين تراه. احنا لسه طبعا متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز. برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي احتضى على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل. ولسه بنتكلم النهاردة حول موضوع طعم البيوت. طب نعمل ايه بقى لما يركبنا الهم؟ نعمل ايه كده لما البيت تبقى في كده تحس في خنقه، الست مش طايقه جوزها والراجل مش طايق مراته والولاد مش طايقين بعض والدنيا واقفه والحال مش ماشي؟ انا النهارده يا جماعه بقدم لكم دواء، دواء من الصيدليه القرانيه. عندك ازمه، عندك موضوع مضايقك، مخنوق قوي من جوزك، مخنوق قوي من مراتك، مطلع عينيك وطلباتها كتير ومش عارف تتصرف معاها ازاي، مطلع عينيكي ومش عايز يديكي اي حاجه، لا تعملي ايه وتتصرف ازاي؟ الولاد نعمل ايه ونتصرف ازاي؟ في دواء في القران العظيم علاج، انا هقوله بسرعه جدا عشان وقتنا قرب ينتهي. في سوره غافر: فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الدواء الأولاني يا جماعة كل واحد مهموم عنده هم، الصبر. فاصبر إن وعد الله حق، وبعد الصبر استغفر لذنبك، قل أستغفر الله العظيم رب العرش العظيم وأتوب إليه. بس ساعات استغفارك بيحتاج لاستغفار، ما تستغفرش بلسانك، استغفر بقلبك. خدوا بالكم لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يبقى إذن فاصبر واستغفر وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قدام منك ثلاث أدوية: الصبر والاستغفار والتسبيح. قدام من حضرتك ثلاث أدوية، يا كل زوجة مكروبة، يا كل حد مهموم، وما أكثر هموم الناس ومتاعب الناس، إلجأ إلى الله. وهي دي الأدوية الثلاثة. حد هيقول لي طب انا يا مولانا خلاص صبرت واستغفرت وسبحت، ربنا هيعمل ايه في اللي ظلموني؟ ربنا بيقول لك برضه في سوره غافر: فاصبر ان وعد الله حق، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. يعني لازم هتشوف يوم في اللي ظلموك، هب ان عمرك كان قصيرا، ما لحقتش تشوف يوم في اللي ظلموك، ربنا بيقول لك بيطمنك وبيقول لك او نتوفينك فالينا، بناء العظمه، فإلينا يرجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد الشيطان من بيتنا. اللهم يسر لنا كل أمر عسير، وافتح لنا فتوح العارفين، وادفع عن مصرنا الغالية السوء. اللهم ادفع عن مصر السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل في وجوهنا جميعا نور يوسف عليه السلام، فكل من يرانا يحبنا ويقضي لنا الحوائج على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، نلتقي على خير بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.